ولمتابعة الأحداث في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي. سيد حسين، مرحبا بكم. السلطات الحكومية أغلقت مكاتب عدد من القنوات ووسائل الإعلام في العراق، هل هذا التعتيم أو التعمية إن صح التعبير على ما يجري في العراق سيتيح للميليشيات إخماد انتفاضة تشرين؟ شكرا لكم على الاستضافة. في الحقيقة هذا الأمر متكرر من المظاهرات الأولى وفي كل مظاهرات يشهدها الشارع العراقي في السنوات الأخيرة. هناك ميليشيات وأجهزة استخبارات مرتبطة بالحكومة، مهمتها ووظيفتها فقط هي ملاحقة الناشطين والمدونين والإعلاميين. في هذه المظاهرات والتي سبقتها قبل 10 أيام أو أسبوعين شهدنا وعرفنا اعتقال أكثر من تقريبا 20 ناشط ومدون وإعلامي، وقتل ناشط في البصرة وزوجته. ما شهدناه أمس في إغلاق 3 قنوات وسحب الترخيص من قناتين أخرى، وهذا تكرار لما حدث قبل أسبوعين عندما دوهمت واقتحمت 4 مقرات لقنوات إعلامية وتم إخراج العاملين فيها. وهذا يؤكد أن المناخ العام في العراق اليوم من الجانب الحكومي هو مناخ قمعي، أسوة بما يجري على الميدان من ضرب المتظاهرين وقتلهم وقنصهم واعتقال العشرات منهم. وهذا ترجمة لواقع حال يقول أن الحكومة تمارس القمع بكل صنوفه تجاه معارضيها والمتظاهرين بما يخالف الوعود التي تعهدت بها من أنها ستتيح للمتظاهرين والمحتجين ممارسة نشاطهم بكل حرية. فعملية التضييق الإعلامي ضد الناشطين وضد القنوات الإعلامية ينسجم مع الجو العام للقوات الأمنية والميليشيات المرتبطة بها في قمع المظاهرات. طيب سيد حسين، على ذكر المناخ، أليس النظام في العراق نظام ديمقراطي كما يصف نفسه؟ وهذا من شأنه أن يعلي من حرية التعبير، خاصة التعبير الإعلامي والصحفي، وهو يعمد في نفس الوقت إلى ممارسة الأنظمة الشمولية والديكتاتورية. هل تخشى حكومة عبد المهدي من الكلمة؟ هو في التحليل السياسي الحديث طبعا يفرقون الآن بين الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية المنقوصة والديمقراطية السلبية كما يسميها بعض الخبراء والمهتمين علم السياسة، علم الاجتماع السياسي. فبعض الدول العربية التي تزعم الديمقراطية هي بعد ما تكون على الديمقراطية الحقيقة التي أنشئت قبل 10 سنين ونراها ربما واقعا مجسدا في الدول الأوروبية على وجه الخصوص من حيث إتاحة الحرية للأصوات المعارضة للأنظمة. لكن في بلداننا هذه الديمقراطية ليست موجودة إلا على الورق. الحكومة لديها يعني في العراق مثلا واقع الحال لدينا قريب من 1 مليون جندي ما بين الجيش والداخلية بصنوفها المختلفة، فضلا عن ميليشيات الحشد التي أنشئت في السنوات الأخيرة وفيها نحو 150 ألف مقاتل. كلهم هؤلاء لا يعرفون شيء وليست لديهم عقيدة عسكرية. فضلا عن ذلك الحكومة نفسها هي خريجة ميليشيات وفصائل مسلحة، وبالتالي لا يعرفون الديمقراطية أي شيء ولا يعرفون شيء عن معنى حرية الكلمة إلا مظاهر يحاولون إقناع أنفسهم قبل أن يقنع الشارع فيها. وهذا الواقع هو الذي دفع أو أحد الأسباب الكبيرة التي دفعت الشارع للانتفاض بوجه هذه الحكومة وميليشياتها والمرتبطين بها وارتهانها للأجنبي والخارج. بالتالي كل محاولات في هذا الإطار هي محاولات يعني كما يقول المثل فات عليها القطار. طيب كان الآن واعي جدا وأدرك مخططاتهم وأدرك منهجهم في سرقة أموال العراق. طيب سيد حسين، هناك حملة أمنية تجري على قدم وساق تقودها القوات الأمنية والميليشيات لملاحقة واختطاف الصحفيين والمدونين، كما جرى على سبيل المثال الحصر في الناصرية حيث تم اختطاف 14 صحفيا ومدونا. هذه الحملات القمعية هل باعتقادكم ستخمد التظاهرات وبالتالي خنق الصوت الحر الواعي لدى الشباب العراقي؟
اولا كما وردني من معلومات قبل قليل ان هناك انباء شبه مؤكده عن اطلاق سراح هؤلاء الذين تم اعتقالهم فجر هذا اليوم، وهذا يعود للضغط الكبير الذي مورس في وسائل التواصل الاجتماعي وشيوخ العشائر المتضامنين مع المتظاهرين المحتجين، دفعت الحكومه او الاجهزه الامنيه التي اختطفت هؤلاء لاطلاق سراحهم مرغمين، كما اطلق سراح بعض الناشطين في الايام القليله الماضيه بعد اعتقالهم، وهذا يؤكد ان السارع العراقي اصبح قوه مؤثره تدفع حتى الحكومه للتراجع عن خطواتها والاجهزه المرتبطه بها للتفكير مجددا قبل الاقدام على هذه المحاولات. طبعا في الناصريه كان الوضع استثنائي خلال امس ويوم امس، والسبب الرئيسي هو ما قامت به ميليشيات العصائب من قتل المتظاهرين امام مقراتهم، وهذا دفع المتظاهرين لاقتحام احد المقرات التابعه لهذه الميليشيات واحراقه، وقتل احد المتسببين بقنص المتظاهرين خلال هذين اليومين، وهو من المعروفين بانه اصحاب السوابق الاجراميه المعروفه وسام العلياوي. وهذا الوضع المأزوم تكرر في العماره وتكررت على يد ميليشيات بدر في الديوانيه والحله. يوم امس هناك كلام عن انه في الحله ميليشيات بدر قتلت 11 متظاهرا، وهذا يؤكد ان هذه الميليشيات لا تعرف شيء من احترام الامن ولا السياسه، وانما هي تمضي بسلاحها وكل من كما يقول مثل ذراع بيده، فهذه الميليشيات لا تعرف شيء من حريه الكلمه ولا السيد حسين ولا حريه المعارضه. من الدوحه حسين دلي الصحفي والاعلامي العراقي، شكرا جزيلا لكم.